السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد حبيب، بكلمكم من بمسقط، متخصص في تكنولوجيا الإعلام الجديد وسينيور جرافيك ديزاينر. ملخص لدورة انتهينا منها اليوم، النهاردة الخميس 4 مايو 2017. الدورة بعنوان التصميم الرقمي للخطوط العربية، دورة جدا جدا مهمة لكل مصمم جرافيك وكل من هو مهتم بصناعة الخط. الفكرة ببساطة، فكرة الدورة ببساطة، إن الخطوط من كتر ما المصممين استخدموها أصبحت مستهلكة، والخط هو تكوين رئيس في العملية التصميمية والعملية الفنية، والخطوط بتيجي منها خطوط جديدة وبتتجدد، لكن أيضا الطلب عليها كبير وكثير. والفن قبل ما يبقى فيه كمبيوتر وجرافيكس وفوتوشوب كان مبني على الرسم والخط. فجاءت فكرة الدورة ان ليه نحرم مصممي الجرافيك من ان هم يكونوا خطاطين ولكن ديجيتالي؟ مش شرط يكون عندهم مهارة القلم والورقة وان هم يكتبوا نسخ ورقعة وثلث وفارسي الى اخره، ولكن ان هم ممكن يعملوا ده ويستخدموا الكمبيوتر عوضا عن اليد وعن مهارة اليد. فكرة الدورة جت كده، ولذلك 4 مهارات رئيسة في هذه الدورة. 1، لو معاك خطاط في نفس وحدة العمل بتاعتك ازاي تتكامل معه وتطلب منه الشغل. 2، لو انت عجبتك مخطوطة كيف تحولها الى نص رقمي. 3، كيف تنشئ خطك الخاص، يعني مثلا واحد عجبه الهاسن او الكوفي او من الخطوط اللي موجودة في الويندوز الطبيعية، لو خدها وفتحها ببرنامج فونت كرييتور، الفونت كرييتور بياخد الفونت ويحوله الى 530 وحدة، منها الشدة ومنها العلامة ومنها العربي ومنها الانجليزي ومنها الطاء في حالاتها المختلفة والتاء في حالاتها المختلفة، تاء في اول الكلمة وتاء في وسط الكلمة، الميم بعدها خط صاعد، الميم بعدها خط عادي، الى اخر هذه الاشياء. فالبرنامج بيمكنك انك تعمل اديت على مستوى الخط وعلى مستوى حالة الخط الواحدة، وفي الاخر تعمل سيف لهذا الخط واكسبورت لهذا الخط، وفي الاخر تحطه داخل ويندوز فيمكن استخدامه بعد كده في كل البرامج سواء مايكروسوفت اوفيس وورد واكسل او ادوبي كلها، الاستريتور وانديزاين وفوتوشوب وغيره. بعد كده ان انت المهارة الرابعة ان انت to create your font from scratch، ان انت بدل ما تفتح خط وتعدل عليه لا انت تفتح الخطوط بتاعتك او تفتح مساحات الخطوط من الصفر وتبدا ترسم انت هذه الخطوط. هعرض لكم واحنا بنتكلم في الفيديو ان شاء الله في المونتاج الشباب يركبوا بعض من المشاركات للمتدربين، بعض الصور والتصاميم، بعض الافكار الاكثر من رائعه. المتدربين لم يقتصر مشاركتهم فقط ان هو ياخد الخط ويعدل عليه او الحرف الواحد ويعدل عليه، لكن اضاف لي زخارف واضاف لي زخارف بمقياس الفونت حتى تقبل بعد ذلك في الكتابه. كان جو ممتع وجو ماتع انك تفكر في حالات الخط والخط ده يبدا فين والحرف يبدا فين والى اخره، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني هنعرض لحضراتكم كثير من هذه التطبيقات. الخط كان هو العمود الفقري لهذه الدورة، وثم هنركب الخط ده على أي من اللوجوز. فبالفعل انطلق الشباب والفتيات هنا في المشاركين والمشاركات في الدورة ان هم عاملوا أكثر من لوجو، عشان هم جرافيك ديزاينر في وزارة التربية والتعليم في مسقط، فبدأوا يشتغلوا على لوجو لبوابة التربية والتعليم، وبدأوا يحطوا فلسفة للوجو وخطة وخريطة وخط للوجو وتنفيذ للوجو، وزي يسقط اللوجو على ايدنتيتي بصرية كاملة، ويعملوا موكبس ويعملوا برزنتيشن ويختاروا المجموعة اللونية والعائلة اللونية والفلسفة اللونية إلى آخره. ايضا في الدوره تكلمنا عن انواع الخطوط وخدنا اسهاب شويه، الكوفي والثلث والرقعه والنسخ والفارسي والى اخره، وتعرفنا على كثير من الاونلاين ابلكيشنز، تطبيقات الويب اللي هي زي نص تعليق واي مشق وغيره، اللي هي بتمكنك انك تحط النص عادي فتطلعه لك ثلث وتطلعه لك بي ان جي فايل فتاخده داخل الاستريتور وتغير فيه. تعرفنا على كثير من تطبيقات الديسكتوب، وتعرفنا على كثير من تطبيقات الجوال اللي هي بتحاكي الخط العربي والخط الحر. تعرفنا على الفن التشكيلي، الفن الواقعي والسريالي والبشع اللي هو فيه مبالغة، والفن الرسم الرمزي، و13 نوع من أنواع الرسم.
كانت دورة بتدور داخل محاور وفلك فني مختلف. تكلمنا بإسهاب كيف تجيب فكرة الشعار وكيف تبني الشعار، والشعار الصوتي والشعار الحرقي والشعار اللفظي والشعار النصي، وكيف ان انت تفرق بين الرمز والنص والرمز المعبر بصراحة والرمز الغامض. تكلمنا في كل هذه التفاصيل، الفروقات بين التطبيقات المختلفة زي إليستريتور وفوتوشوب وإنديزاين، إمتى استخدم إليستريتور إمتى استخدم فوتوشوب وإمتى استخدم إنديزاين. عملنا تحليل لعدد من اللوجوز العالمية، ليه مرسيدس مرسيدس وليه تويوتا وسوني وبي ام دابليو نايكي. مسكنا كل لوجو من دول، شفنا النسبة الذهبية فيه وشفنا الفلسفة ما وراء الفيجوال ما وراء المرئي، كيف كان المصممين بيعدوا ويفكروا. تكلمنا عن نماذج عديدة ومختلفة لأشكال الدعاية والإعلان باستخدام الخط فقط، المثل الشهير اللي دايما في مثل هذه الدورات أكرره وأؤكده، وكالة طارق نور للدعاية في مصر لما طلبت منها بي ام دابليو في التسعينات ان هي تعمل لها إعلان في صفحتين في جريدة الأهرام، تصميم وإعلان فكرة وتنفيذ في 30 ثانية، ان قبل طباعة العدد اتصل المخرج على الجريدة وقال لها حطي بي ام دبليو كخط حتى بدون ايكون اسفل الصفحة الشمال، بس مجرد بي ام دبليو، وسيب الصفحة فاضية خالص. فكانت الفكرة الناس كل يوم صبح تعجبوا كيف لجريدة لا تمنح مساحة فيها الا بصعوبة شديدة وبتكلفة باهظة، يعني تفتح المجال لشركة تاخد صفحتين ما فيهاش اي خط الصفحتين الا الكلمة دي اسفل الصفحة. خدنا نماذج كتير من حماس المشاركين والمتدربين، فتحنا الافاق الى التكنيكلز بقى اللي هو الفوتوشوب، تريكس في الفوتوشوب، تريكس في الالستريتور، مع بعض المسابقات. ايضا على هامش الدورة كان في مكتبة كبيرة تضم نماذج لاعمال فنية انتراكتيف، ونماذج لاعمال فنية تصاميم، ونماذج لمكتبات، وتعرفنا على عدد كبير من المكتبات الالكترونية التي تعين المصمم وعلى رأسها الشاوتر ستوك. ثم تطرقنا بقى الى مرحلة الدليفري اللي هو كيف ان في الاخر خالص هتوصل فكرك وتوصل شغلك وتوصل عملك من خلال موكا بريزنتيشن. ويعني عرضت لهم بعض النماذج من شركتي، من شركة جياد للدعاية والإعلان، كيف أن عندي بعض الديزاينرز يقومون بصناعة الموكبس دي بنفسهم. النهاردة إن شاء الله في اليوم الأخير عندنا ختام جدا 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 مميز ولله الحمد، إن إحنا هنتكلم عن كيف يمكن توظيف الفن التشكيلي في التصميم الرقمي، وكيف يمكن توظيف الخط العربي بقوة في التصميم الرقمي كمنتج نهائي. احنا عرفنا على مستوى اللوجو، عرفنا على مستوى الايدنتيتي، عرفنا على مستوى التصاميم العادية، لكن في افاق اوسع من كده بكتير على مستوى اللوحات الكبيرة والمعارض الدائمة. هنتكلم عن الكلام ده كله بالتفصيل الممل. خلاصة الدورة وفكرة الدورة جاية تقول ان ايها المصمم، انت تعاونك مع الخطاط ده شيء رائع جدا، انت ليس من السهل انك تبقى خطاط محترف. عندنا في مصر مدارس الخط ممكن 6 سنوات علشان يخرج خطاط محترف معتبر في مادة الخط، لكن ثمة أسلوب رقمي، ثمة أسلوب مختلف، ثمة طريقة معالجة مختلفة تجعل المصمم بالأدوات الرقمية والوسائل الرقمية، إما أونلاين أبليكيشنز أو موبايل أبليكيشنز أو ديسكتوب أبليكيشنز، إن هو يحاكي مهارة الخطاط. أكيد مش هيبقى المصمم اللي مدرسه 6 سنوات هيبقى خطاط، مستحيل يبقى خطاط في 5 أيام باحترافية الخطاط اللي هو بقاله 6 سنوات، ولكن هتاخد اللي انت عايزه، هتكرييت الخط اللي انت عايزه. يعني كانت هذه الدورة وكانت هذه أغلب المحاور وليس كل المحاور، إن شاء الله تتوالى المرات وتتوالى الدورات وندعوكم إليها أول بأول. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.